أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، خاصة ولده المهدي المنتظر الموعود، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن على عدو النبي وعدو أهل بيته، خاصة عدو المهدي إلى يوم يبعثون. من الأمور التي لا بد التنبيه عليها؟ قضية الجواز والجنسية. أن هذا الشاب اللي جاي يخطب بنتي مو من جنسية بني بلدي. خب يا أخي، هو القرآن لمن بنى قضية التزويج يقول الله تبارك وتعالى: وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أخي، إحنا خلقناكم شعوب وقبائل حتى يكون تعارف بيناتكم، إنه إذا إجا من قبيلة أخرى، من عشيرة أخرى، من دولة أخرى، جواز آخر، جنسية أخرى، هذه الدعوة القرآنية. لذلك أن يكون تعارف. ليش يجب أن يكون هنالك حروب، تنافر بين أمتين مثلا؟ لماذا؟ إحنا إنسان يا مو إنسان، وناس نحن، خلقنا من طين، أبونا آدم وأمنا حواء. هذاك اللي كان جعل أهلها شيعا وجعلها طبقات، ذاك كان فرعون ومنهج فرعون، أنه جعل الناس طبقات، والله القبطيين أفضل من الإسرائيليين، والإسرائيليين هم أدون منه. بعدين هسه الآن تشوف ردة فعل الإسرائيليين، بني إسرائيل، أنه الطبقة المثلى والعليا في المجتمع هم بني إسرائيل. هذا كله باطل. إحنا ما عندنا شيء بالنسب أشرف من غيره. يدخل النار وإن كان سيدا قرشيا. عم رسول الله مو دخل النار؟ مو أبو لهب؟ مو تتلون القرآن أطراف النهار وأناء الليل؟ تبت يدا أبي لهب وتب. خب هذا عم النبي أبي لهب، كان يمشي وراء رسول الله ويقول: ابن أخي مجنون وكذا، ويرمي رسول الله بالجنون. أو الزبير مو لعنه رسول الله وهو ابن عمة الرسول، وهكذا. فإذا هنالك يعني التفاخر بالنسب هذا شيء باطل. فد واحد جاي من رسول الله قال له: يا رسول الله، أنا ابن فلان وفلان 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 وفلان، وعد تسعا. فلما سكت النبي قال له: أنت عاشرهم في النار، تفتخر بنسبك بأجدادك؟ شنو هذا الفخر؟ شنو هذا الافتخار؟ يبقى أنه تحدثنا مرة عن اختيار الفتاة ذي النسب الطاهر، شرف النسب بأن يكون الآباء مؤمنين وراعوا العفة، يعني راقبوا العفة، مو أولاد مثلا زواج غير مشروع. الزيجات كلها كانت مشروعة ومعروفين النسب. مو القصد من ذلك أنه يكون البيت مثلا إسرائيلي أو قبطي، أو يكون البيت هاشمي أو لا غير ذلك. التقوى هو المعيار. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلى، غالبا البيوت الشريفة مثلا بني هاشم، غالبا تجد أنه الرحمة اللي ينظر الله للنبي محمد تشمل ذريته، غالبا هكذا. غالبا هذه البيوت هي بيوت شريفة، بالتقوى شريفة، ولا إذا واحد منهم ينحدر يحدث في الدين، يخرج عن الدين، مثل بلي ابن حفيد الإمام الصادق سلام الله عليه، اللي كان سبب في قتل مولاه موسى بن جعفر سلام الله عليه. خب هذا اللي سبب بقتل إمام، هذا شنو حرمة إله؟ هذا ذليل وحقير. إذن هنالك بعض الأمور نراعيها ونراقبها، وبعض الأمور يعني حقيقة نتبرأ من مراعاتها. قضية الجواز وقضية الجنسية لا، ما هكذا. احنا نشوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشفع لعبد أن يتزوج من فتاة من فتيات قريش من أهل المدينة. خب أدري هذا عبد، يعني هذا في أيام الجاهلية قبل سنين كانوا العبيد يعاملون معاملة الترك والديلم، العبيد كانوا في حضيض. ولكن شوف، لا، أن الإسلام بالتقوى رفع كل وضيع. الإمام الحسين سلام الله عليه
طلق عذرا أعتق أمته ثم تزوجها، كتب معاوية رسالة للإمام الحسين، رسالة حادة شديدة يريد أن يشينه ويعيبه. الإمام الحسين جاوبه قال هي كانت أمتي وفي قيدي فأطلقتها فأصبحت حرة، أنا تزوجت على سنة رسول الله امرأة حرة مؤمنة متدينة. خب إذا واحد يقبل على زواج على سنة الله ورسوله من حرة، خب قبل هي كانت أمة، هو الحسين أطلق سراحها فأصبحت حرة، الآن حرة صاحبة أمر تملك أمرها، فتزوجها الحسين سلام الله عليه. إذن أبي عبد الله الحسين يريد أن يؤسس منهج في المجتمع. معاوية وأبو سفيان ويزيد يردون إرجاع السنن الجاهلية اللي الحذار أن نكون أنا وأنت من أتباع معاوية ممن يحيي السنن الجاهلية. لا يا أخي، الإنسان حر، خاصة هالزمن اللي ماكو عبيد، كل من تشوفه هو حر. ملاكك التقوى، ملاكك الإيمان، لما تجي تخلي ملاكك شيء ما يرضى به الله، صدقوني من سنن الله أن يضربنا ويسحقنا ويمرمرنا من حيث اعتززنا بغير ما اعتز به الله. من اعتز بسنن الجاهلية فعظوه بهنا أبيه. حقيقة هذا حديث رسول الله يهز الأركان. كل شيء تعتز به، يعني تعتز به أنه أنت كويتي، أنت سعودي، أنت إيراني، أنت عراقي، حقيقة هذا الاعتزاز اعتزاز يضربك الله من حيث اعتززت، يجيك نسيب من بني بلدك ويمرمرك، وذاك البعيد اللي من بلد آخر هو ذاك اللي كان يرفع شأنك ويعزك. إذن نراعي نقطة واحدة من حديث رسول الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم الشاب ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه، أما ترضون جوازه، ترضون لون جلده، ترضون لهجة لسانه، هذه المعايير كلها باطلة، وكلها أبطلها الإسلام وأبطلها رسول الله. ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا أمر رسول الله، فزوجوه وإلا تكن فتنة وفساد كبير. إذا ما تزوجون هذه الفتاة من هكذا شاب مؤمن شيعي موالي دينه وخلقه ترضونه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أنا أشوف في بعض المجتمعات مع الأسف بعض المعايير عندهم هكذا. بل أنا أتذكر المرحوم السيد الجد، يعني إجاء أيضا المرحوم سيد الخال سيد رضا الشيرازي، إجاء وسأله قال سيدنا مثلا فلان خطيب جاء يخطب أحد الأقرباء فشنو رأيك؟ يستشيره السيد، يعني استند بهذا الحديث عن النبي، قال دينه شلون دينه؟ دينه جيد، أخلاقه أخلاقه جيد زين. خب ما ارتضت العشيرة هذا اللي مثلا وجود عيب في شكله مثلا، السيد قال ما يجوز لنا أن نتخطى حديث رسول الله، نقف عند حديث رسول الله، بس شكله ما يساعد، بعد هو جاي يخطب ويريد بنتك، والنبي أمر أنه إذا جاء دينه وخلقه ترضونه، بعد شكله ما غير شكله. هسه الفتاة هي لها رأي، خليه برأيها ما يخالف، يعني ممكن الفتاة هي تقول أنا ما أرغب أو أنا أرغب، لهذاك غير ذاك مسألة، هي تملك أمرها، الفتاة هي صاحبة رأي ما يخالف، لها حريتها في اختيار زوجها وحياة مستقبلية هذا حقها. ولكن بالنسبة للأب ونسبة للجد نسبة للعشيرة يردون أنه ينفون واحد على مود شكله على مود لونه على مود جوازه على مود جنسيته، هذه فتنة في الأرض فساد كبير. يعني هذه السنن العشائرية القبلية العائلية هذه كلها هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدقوني إذا أحيينا ما أبطله النبي المصطفى ننظر ضربة من حيث أحيينا الباطل، هذا الباطل رح يهدمنا. كل اعتزاز جاهلي يسبب ذل في نسلك في ذريتك، كل اعتزاز جاهلي، كل اعتزاز لم يحيه رسول الله
رسول الله أكد على الدين والخلق. فأريد أكد على بعض المجتمعات اللي يشاهدون هذه الكلمات مني ويعرفون أنفسهم أن يعتزون بجوازهم، يعتزون بدولتهم، هذه الدولة وهذا الجواز وهذا الشاب اللي من بلدك ما دام تعتز به راح يكون منشأ ذلك وانتكاستك. هذا أيضا تحذير قرآني. راجعوا القرآن شوفوا أصحاب الرس اعتزوا بالسد مالهم، أرسلنا عليهم سيل العرم، من نفس السد دمرناهم. قوم عاد هو قوم نبي الله هود كانوا يعتزون بأجسادهم، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية، من حيث يعتزون الله دمدمهم ودمرهم. وهكذا سنن الله تبارك وتعالى، دير بالكم. وهذه فتيات أمانة وامتحان إنه لكم. والنقطة الأخيرة في القضايا الزوجية هي قضية المهار. شوف هذه بنتك، شرفها، مقامها، عزتها، مكانتها، كبرها، عظمها بعين رسول الله، إذا يكون مهرها قليل، خير نسائكن، عذرا، خير نسائكم أقلهن مهرا أصبحهن وجها. المرأة الجميلة فائقة الجمال الصبيحة لكن مهرها قليل، هذا المهر القليل يبارك في المرأة بركة عجيبة ويعظم قدرها ويعظم شأنها ويهنئ الحياة الزوجية. لا تغلوا الأمهار يا أخي، أنتوا الآباء يعني اتركوا هذه السنن الجاهلية، حرام حرام تعاسة بناتكم وحياتهم الزوجية تبنوا على فرد أمور سفهية ومهور غالية. أنت البنت يعني راقب الله، أعرفي أن هنائك خيرك شرفك أن يكون مهرك قليل. خيار نسائكم، من أصدق من رسول الله قيل ومن الله قيل، منو أحسن من الله أن يرسم لنا حياة زوجية لنا؟ قللوا مهور نسائكم، بل لا تزيدوا على مهر فاطمة سلام الله عليها 500 درهم فقط. الإمام الجواد راد أن يتزوج بنت المأمون، زواج يعني مرغم به، مرغم عليه، فقال إنا لا نزيد على مهر أمنا فاطمة، وإن كانت بنت الملك، بس إحنا بني هاشم ما نزيد على مهر أمنا فاطمة. فقلل المهر وتشوفون خير، واسمعوا مني هذه النصيحة، خير عجيب، حتى مهر غائب لا تخلون، لأن رسول الله لم يجعل لبنته مهرا غائبا، بس حاضر، مهر حاضر بقدر مهر السنة. وشوفوا الخير، مو شوفوا الخير، شوفوا خير النساء وخير البنات وخير الزواج، هذا الزواج. اللهم نبهنا من نومة الغافلين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.